الطابة. جريدة المصري اليوم: الحكومة تشدد عقوبة التحرش الجنسي بمشروع القانون، الحبس سنة وغرامة 10,000 جنيه. وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة. ونص التعديل على التوسع في الركن المادي لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة، وجعلها تتمثل في إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. وجعل مشروع القانون العقوبة لمدة حبس المدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 3,000 جنيه ولا تتجاوز 5,000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. يا بلاش.